يزيد ولا يقص؟ لسه في جونيه بريدج واحده بس في دي سي اللي هي كانت كلمه خلاص هتحل السنه بتاعتها وبعد كده هتسيب ايه؟ بصوا يا جماعه الدي سي بريدج زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات يا باشمهندسين هو احنا عندنا اصلا هي واحده بس اللي هي ويتس تو بريدج والباقي كله ده نوتيفيكيشن عليها يا باشمهندسين. بصوا هم عملوا نوتيفيكيشن الويتس تو بريدج دي اللي هي كان فيها هنا يا شباب كان فيها هنا نقطه كان في نقطه بتجمع ثلاث مقاومات مع بعض لا هو حاطط مكان النوب دي يا باشمهندس ثلاث مقاومات ثانيين. حاطط مقاومه صغيره بص يا جماعه هو حاطط ثلاث مقاومات في النوب دي الكونكشن اللي هو مكونين المانوميتر والبي والاكس بقت مقاومات يا باشمهندس. بص يا جماعه في اسمها كيرف بريدج وكيرف بريدج الميزه بتاعتها اللي هي بتقيس الفاريشنز الصغيره قوي الاكيوريسي بتاعتها يعني من الاخر يا باشمهندسين عاليه جدا يا جماعه. بص يا شباب تعريف كيرف بريدج دي البالانس والكونفلنس. انا بتكلم على البالانس الاول اللي هي بس يا باشمهندسين في البالانس كونديشن بتاعي التيار اللي ماشي هنا والفولت ده دلتا بي جي يا باشمهندس زائد مع بيساوي صفر. فلما يبقى بيساوي صفر يا باشمهندسين يبقى كان المقاومه اللي اسمها ايه والمقاومه اللي اسمها ايه بيبقوا خليط مع بعض سيريس يا باشمهندس. انا عندي ايه وبي سيريس فاجئت مع الجي. بصوا يا جماعه الموضوع ده يبقى زي بالظبط زي النوت. روح احسب لي الفولت بتاع النوت دي لوحدها اللي هو التيار اللي ماشي هنا في الام. التيار اللي ماشي هنا في الام ده الفولت بتاع الريزستنس مكتوب. تيجي هنا يا باشمهندس احسب لي الفولت على الاكس والاي مع بعض واللي على البي والبي مع بعض. فانت جايب لي البوت لوك على المعادله بتساوي اللي فوق ده اللي فوق واللي تحت واللي تحت وتقسمهم على بعض تطلع المعادله النهائيه اللي هي كلمه الاكس يا باشمهندس اللي احنا كنا عملناها في ويتستون طلعت ان الاكس في الام بتساوي صح كده؟ الام بتساوي ان في اللي انت عملتها في ويتستون كده يا باشمهندس. بص الدكتور سعيد عمل معاك اثباتات في المحاضره وانا شغال في السيشن انا ما كنتش عارف اصلا ما عملش مش المفروض اعمل اثبات بس انا عايز اقول على حاجه بقى يا باشمهندسين القانون اللي احنا هنجيبه ده لازم تحفظه يا باشمهندس. المعادله بتاعت الفالنس المطلوب الاولاني بتاعها ده هو المطلوب البالانس وقال يا باشمهندس ان البرنامج بتاعي
تنزل ما كانش بيتشاف فيها ايه بتساوي بي بتساوي ام ان بتساوي 1000 عايز اقعد بجيب الخطوط بتاعتك الصغيره يعني دي وجي بص يا جماعه اي مساله تلاقي الدكتور مديك فيها دي تعمل خليك تقول لك حاجه اكبر ان انت يا باشمهندس في البلد كونديشن ما يفرقش معاك بطن البطاريه بكام بطن البطاريه يا باشمهندس ده معاك في الاول بس عشان تحسب دي الطياره يعني ماشي قدامي ايه كام والبي ريزيستنس الانترنال بتاع البطاريه تاني جي كمان الريزستنس بتاع الترمينوتر وبعديها ان البريتش دي حصل لها بالانس على البي بتساوي 0.001 نعمل ايه؟ او مطلوب قال لها كاس تعمل ايه هيك بس؟ تعمل ايه هيك؟ نعم تعمل ايه؟ نعمل ايه كله؟ عاوز الحصص الكبير ده قانون اللي انت حافظه ايه؟ اه اللي انت هتبقى حافظه بعد كده بص شوية قصيرة تحطيط عليك تحطيط عليها شرطين على ايه على بي تساوي ان على ام نطلع قانون ده فيه انا قريت على الكيم ده فيه كله يبقى الاكس بتاعتي تساوي ان على ام في بي يعني الاكس يا باشمهندس بتساوي ان على ام بي بصوا معايا المطلوب الثاني المطلوب الثاني قال لي احسب له التيار اللي ماشي في اكس قال لي فايند اي اكس هنا يا باشمهندسين عشان مش مديك الجيب كام؟ الجيب دي ما تعرفش هي كام؟ انا ما اعرفش الجيب كام يا باشمهندس انا ما اديتهالكش. مش مصريتها ولا حاجه. لا هو بقى يا باشمهندس ايه؟ الجيب دي جامده يا حاج. فما هو قايل لي يا شباب ان ان ريزيستنس الاكس والبي والجي دول كلهم ماتش سمولر خلفيه يا باشمهندس اللي هي اقل من 5. بصوا يا جماعه لما نيجي نعمل الموضوع اللي هو بتاع الانسويشن ده بصوا على الدايره هنا. هو انا دلوقتي مش هلعب بالانس يا باشمهندس في عندي طيار ماشي في الجي الجي كانها موجوده يا باشمهندس كانها مش واصله اصلا. يعني الاي والبي متوصلين مع بعض سيريس وهما الاثنين فاجئين مع الجي يا باشمهندس. لما يكون عندك مقاومه صغيره قوي وطريقتها اقل من 5 اوم. فجأة يا باشمهندس مع مقاومة قيمتها 1000 و1000، قيمة 2000 كوم يا باشمهندس. يطلع لي كوم بتاع كلام ده كام؟ ايه؟ بص يا جماعة يطلع يطلع الصغيرة أو يطلع تقريبا بتساوي شوية السرعة. فمن الآخر يا باشمهندس يعني أنت عندك الأوتوميشن عند البالانس يا باشمهندس. طبعا مفيش طيار مسحوب من النص هنا. دكتور كلهم يا باشمهندس كوانتم بتساوي تقريبا دول تقريبا بيساوي صفر يا باشمهندس، كلمهم شوية السرعة. تفرق كده اي حاجه على المساله بتاع كويستون كنا بنعمل كويستون بريدج يا باشمهندس لا ده هات الطياره كل اللي ماشي هنا اي توتال وبعد كده اعمل كارت ديفايدر بين الام والام مع بعض وبين البي والاكس مع بعض وصلت كده مش هنعمل كارت ديفايدر يا باشمهندس انا البي بتاعتي 0.001 والاكس 0.001 يعني البرانش ده كده كله يا باشمهندس قيمه المقاومه بتاعته كام؟ 0.002 ده فرق يا باشمهندس مع مقاومه 2000 فاجل مع مقاومة 2000 يا باشمهندس يبقى الطيار هيمشي فين؟ هيمشي في الدي والاكس من الاخر يعني يا باشمهندس احنا المفروض صح 100% ان اي اكس بتساوي اي توتال وبعد كده اعمل كارت ديفايدر يا باشمهندس اروح اضرب في الام بلس ان على ام بلس ان هو تقريبا يا باشمهندس بيساوي اي توتال عشان الاكس والبي دول صغيرين قوي واي توتال ده يا باشمهندس اللي هو بيساوي اي على دي زائد باشمهندس الاثنين دول مع بعض اصغر بكتير من البي كويس كده؟ لما تعمل يا باشمهندس فاير كونكشن ما بين رقم صغير قوي ورقم كبير يا باشمهندس يطلع معاك الصغير ريزيستنس الصغيره يعني داخل فاير كونكشن اللي هي بتاعت البي سيريس مع اكس وام سيريس مع الان لما اعملهم فاير مع بعض يا باشمهندس يبقى معايا البي سيريس مع اكس بس اللي هم اصغر من البي يا باشمهندس اصغر قوي من البي عشان كده يا شباب اي توتال انا كان عندي هنا يا شباب ام زائد ان فجل مع اكس زائد بي بس الكلام ده تمشي في دي بيبقى معايا اي على بي هو ممكن احسبهم بعض بالدرجه كده او بالدرجه انت عارف لا تعرف تحسب ايه يا باشمهندس؟ يعني مثلا اللي فوق دي عارف انت تحسب ايه؟ تحسب 2000
واحد مش واحد سمتو بصوا شباب انتوا لو شفتوا المساله دي بقى مفروض اوف بالانس حاجه بس انا قلت لك ان البيت غيرت 1% غيرت 1% يا باشمهندس واحنا عندنا يا باشمهندسين بريتش كانت بالانس اي مقاومه في البريتش تتغير البريتش هتفضل بالانس لا يا باشمهندس كده هتطلع اوت اوف بالانس المفروض اوت اوف بالانس يا باشمهندس فلكن البيت جاب 1% احسب لي الدير 20 كام واكبر من 20 كام كلمة دي اصلا سنسيتيف في اكزيستنس صغيره جدا. صغيره جدا انا عارف. اي حاجه صغيره بصوا يا شباب بصوا يا جماعه هنعمل ابروكسيميشن عشان نحل الدايره دي عشان نعرف نحلها يا باشمهندس عشان ما اعيش في جي برضه. مش انت الجي دي صغيره قوي يا باشمهندس؟ اصغر من الاي والبي. طب بصوا كده يا جماعه صغيره قوي ليه تنس زيرو يعني؟ يبقى الاي والبي وصلين ازاي يا باشمهندسين؟ سيريس ولا بارلي؟ بارلي. الان بالانس يا باشمهندس يبقى بارلي. بصوا هما سيريس وبالانس لما الكلام ده بصفر يا شباب. لكن الان بالانس يا باشمهندس طالما دول كده طالما دي شورت سيركت طالما دي شورت بتساوي صفر يعني فكان الاي والبي مع بعض متوصلين بارلي يا باشمهندس. ابروكسيميت يعني الايه؟ يعني لا لو جيت ما تشتريش فيه هتحس تعمل ده عشان تعمل مش 5% مش غلط ازاي دي كانت دلتا دي ودي مش احنا ازاي دي دلتا كونكشن زي الله عشان الجي صغير قوي يا باشمهندس عشان الجي صغير قوي كان شورت سيركت بالنسبه لي والبي تبقى كده تكون متصلين هو قال ان الجي لا ماشي بس انا مش بديك شيك كام انا مش بديك شيك كام مفترض مش مفترض انا قايلها كده يا اخي هو ايه اللي بيحصل كده؟ بصوا يا شباب يبقى الاي والبي بارلل مش واقفين الاي والبي بارلل دول لما يوصلوا بارلل ودي شورت سيركت يبقى الاي بارلل مع البي زيها بالظبط زي الجي بتوصلها يا جماعه مع الجي فانت تعمل بقى ثلاثه ميشنز يعني واحده اثنين ثلاثه اي واحد اي اثنين عندي المعادله بتاعتهم مع بعض كده يا شباب بصوا المعادله بتاعت الميشن الاولانيه فيها سبلاي اسمه اي واحد ولا اي بعد كده باي واحد ماشي بكام؟ عد معايا يا باشمهندس، عد معايا. بي وام وام. يبقى بي. بعد كده شوف بقى بقيه الكاركس الباقية. أنا أي 2 يا باشمهندس مع اللوب الأولانية بشتغل في الإم. يبقى ناقص إم. أي 2. أي 3 بتشتغل مع اللوب الأولانية في إن. يبقى ناقص إن. أي 3. نكتب تاني لوب يا شباب، تاني لوب دي يا باشمهندس انا في مش عندي اي سبلاي فيها يعني صفر بيساوي اي 2 المقاومات اللي بيمشوا فيها اي 2 يا باشمهندس ام بي والاي بارلل مع البي وجي يا باشمهندس ان ام بي اي بارلل مع البي وبعد كده اي 1 يا شباب ماشي ام واي 3 مش في جي والاي بارلل مع بي. بص دول الثلاثة بقى شبه الأولاني شبه الثاني اللي بيحط يا شباب. اي 3 ماشية من ان اكس جي بص يا في معاك ثلاث معادلات اعرف كل حاجه دلوقتي اعرف حلهم ولا لا مع بعض اللي عارف ولا لا يا ابني كالكوليتر على طول ما تحلهمش من ايدك حلهم بالكالكوليتر يا باشمهندس طلع اي 1 واي 2 واي 3 وفي الاخر يبقى ديلتا اي جي ده هو اي 2 ناقص اي 3 خدت كام حاجه؟
فاهم حاجه يا شباب؟ بصوا يا جماعه الكلفر بريدج ممكن يجيب لك دكتور بالانسد او انبالانسد. انتوا الدي سيز كلها عليك ولا مش واطيين بالانسد او انبالانسد. الفكره بقى يا شباب ان احنا اللي قاعدين نشرحه النهارده دلوقتي او اللي هنركز عليه دلوقتي هو الاي سي. الاي سي يا باشمهندسين اللي عليك فيه هو بالانسد بس. بالانسد بس يا باشمهندس يعني انت عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف قانون واحد بس. اللي هو خاص بقى بكل المخبطين فوق بعض في بعض يا باشمهندس. يعني زد زد اللي هنا اللي تحت ديت في دي يا باشمهندس. ولا كلمة ولا كلمة ولا المسطره رقم 9 شيت او شيت
باشمهندس اذكر معايا بس رقم 9 دي بيتش اسمها الواير بيتش اللي هو شارح لي بقى الحاجه دي فيها ايه. قال لي ما بين الاي بي، قال لي ما بين اي واي وبي في عندي كاباسيتور في السيريز مع ريزيستنس، ما بين البي والسي في عندي ريزيستنس بيور ريزيستنس، ما بين السي والدي بيور ريزيستنس برضه بس انون، وما بين الدي والاي يا باشمهندس اثنين ريزيستنس، اثنين واحده ريزيستنس واحده كاباسيتنس امبيرال. راح قال لي يا باشمهندس اول حاجه احسب له اكس يا باشمهندس. بص انتوا عارفين انتوا ما عرفتوش الاي سي غير البالانس، وانت عشان تجيب او اكس يا باشمهندس تشتغل على البيرج دي في البالانس. فانت بتروح رايح قايله بقى ان زد اللي فوق دي اللي هي زد اي بي يعني مطلوبه في تحت اللي هي زد سي دي تساوي زد اي سي. بص يا معلم ده بالنسبه للبالانس كونديشن، فانت بقى تروح تطبق البالانس كونديشن ده هو كسر المقاومات. هنجمع مع بعض كده يا شباب. بصوا المقاومة اللي هي يا جماعة عندي مقاومة الزد اللي هنا عندي مقاومة وكباستور مع بعض، يبقى الزد بيساوي كام؟ R1 plus J على أوميجا C1. البنش اللي قصادها في RS بس. الناحية التانية يا باشمهندس. يعني ار 2 بارلل مع 2 او مضروبه يعني في الاثنين دول بارلل مع بعض. هي ار 2 طيب الاثنين دول بارلل مع بعض يا باشمهندس اللي هو حاسس بربهم يعني على مجموعهم. يعني ار 3 ناقص جي على اوميجا سي 3 بصوا يا جماعه المفروض بقى ناخد الجرين باك بتاع عيارات هاند ساين نسويه الجرين باك بتاع ليك 5 نعمل نفس الكلام على الماس. بس انت عشان تعمل الكلام ده ما ينفعش يبقى في عندك كومبليت بتاع، ما ينفعش يبقى في عندك مقاومه. فانت لازم تخلص المقاومه على فكره يا جماعه الخط ده خلصه الميشن. الجاي ده كله بيقعد. بص يا جماعه عشان تخلص من المقاومه ده تعمل زي الفيلم كده في الكونشن بتاعه. يعني ار في ار 3 زائد جي اوميجا زائد جي على اوميجا سي 3. بص الكلام ده صح 100% بس انت هتتعب يا باشمهندس. هتطول يعني. انت احسن حاجه في الكومبليت تبقى في الناحيه الثانيه. يعني المعادلة دي يا باشمهندس الضربة في الناحيتين الضربة في ار 3 ناقص جي على اوميجا سي 3. فيبقى عندي هنا يا باشمهندس ار 1 ار اكس ناقص جي ار اكس على اوميجا سي 1 مضروبة في ار 3 ناقص جي على اوميجا سيبني ارفع بس الضربة في الناحية التانية ويبقى فاضل عندك هنا يا باشمهندس ار 2 ار 3 ناقص جي اوميجا سي. بص يا جماعه كده عرفت طلع بقى الايماجنري بارت لوحده وجين بارت لوحده. انا طالب منكم يا شباب الار اكس، انا عايز منك الار اكس بيساوي كام يا باشمهندس؟ انا هحطها في الجين بارت هنا الاول. بص يا جماعه رايح هاند سايد ده الجين بتاعه بيساوي كام؟ زيرو. رايح هاند سايد الجين بتاعه زيرو. طب الليفت هاند سايد ايه اللي هيطلع عليك الكلام ده؟ بص يا جماعه طلع عليك هنا يا اما بالجين بارت ده في الجين بارت ده يا مجرد الايماجنري ده في الايماجنري ده اللي هو يعني ار 1 ار اكس ار 3 ناقص ولا زائد؟ ناقص ناقص بزائد يعني جي جي ناقص ار اكس على اوميجا تي 1 سي. بصوا يا شباب مبدئيا المعادله دي تحصل على عمال ار اكس بكام؟ ار اكس المعادله دي يا باشمهندس بصفر. ار اكس المعادله دي هي زيرو تيرم اللي بيخلي المعادله تساوي صفر اصلا. لو مش مقتنعين يعني برضه الكلام من الناحيه الثانيه هتعمل الار اكس دي بتروح معانا. هتلاقي يا باشمهندس يعني ان ار 1 ار 3 انا ما اعرفش احسب من هنا الار اكس يا باشمهندس. انا عشان اجيب ار اكس لازم اسوي التيرم المعادله الثانيه هي بتاعت المشهد. المجهر يا شباب اللي موجود هنا هو ناقص جي على ار 2 ار 3 على اوميجا سي 3. بصوا اللي انا هطلعه من هنا كله فيه ناقص جي فانا هكتب بس اللي هي ار 2 ار 3 على اوميجا سي سي. بصوا كده انا هجيب من الناحيه دي مش هسيب فيه ناقص جي. هو لو
الطيارة مع النقط جاية من الناحية التانية. واحدة واحدة كده يا باشمهندسين، الإيماجينري هنا من الجيت بوكس الإيماجينري أو من الإيماجينري في الجيت. اللي هو يا باشمهندس يعني أي واحد أي إكس لما تضرب في الترم ده. وبعد كده ناقص جي أي إكس على أوميجا سي واحد لما تضرب في الترم ده يا باشمهندس. اللي هي يعني أر واحد أر إكس على أوميجا سي 3 زائد أر إكس. شباب معانا هنا طلب منها الار اكس بكام؟ خد بالك بس ان الاوميجا هتروح مع بعض، انت مش محتاج اديك الاوميجا في الاول يا باشمهندس. انت مش عايز اديك اوميجا اصلا. الاوميجا مش موجوده في المعادله دي يا شباب. انت بس المعادله دي هتطلع قيمه الار اكس بكام؟ باشمهندس هو انت الريكش بتاعتك كده بالانسد؟ هي بالانسد يا باشمهندس؟ هل هي بالانسد كده؟ لا مش بالانسد يا باشمهندس. يعني انت شايفت على كونديشن واحد، الماجنت بيساوي الماجنت. اللي اتوضح ان ده بيساوي ده يا باشمهندس. اللي اتوضح ان دول طلعوا بيساوي بعض، الله اعلم يا شباب، الله اعلم. انا مش لازم، انا مش لازم البريدج بتاعي تبقى بالانسد، او معلش انا عشان البريدج بتاعي تبقى بالانسد لازم الكونديشن ده يكون بيتحقق يا باشمهندس والكونديشن ده بيتحقق. انت كده حققت الماجنت بيساوي الماجنت. طب وجيت بيساوي جيت، جيت انت عملت جيت جنبه؟ انت جيت جنبه؟ بص ده المطلوب الثاني في المسألة، المطلوب الثاني في المسألة يا باشمهندسين، قال لي احسب الأوميجا. كل الريزستنس بس في الباب. باشمهندسين بص هو راح قال لك انا كسبت قيمه الاوميجا هتخلي البريدج دي بالانس بقى. يعني انت يا باشمهندس عشان البريدج تكون بالانس لازم تو كونديشنز تتحقق. انت حققت واحد يا باشمهندس والاوميجا هتطلعها من الثانيه. انت بقى تطلع الاوميجا من هنا تلاقي ان الاوميجا دي بتساوي واحد على كذا. او واحد او ثلاثه سي واحد سي ثلاثه يا باشمهندس لازم الاوميجا تكون بتساوي كده علشان البريدج بتاعك تبقى بالانس. ماشي يا شباب؟ ايه؟ ايه الاحسن ده؟ بصوا يا جماعه انا اتخيل كده يا باشمهندسين، تعالى نتخيل بس كده على جنب ان انا كنت مديك الاوميجا. انا ما طلبتش منك المطلوب الثاني ده يا باشمهندس، وقلت لك مثلا الاف بتاعتك بتساوي 50 هرتز. مثلا يا باشمهندس انا ما طلبتش المطلوب الثاني، قلت لك الاف بتساوي 30 هرتز. طلبت منك قيمه ار اكس. باشمهندس هي كده البريدج بتاعتي بالانس ولا مش بالانس؟ الله اعلم. لازم يا باشمهندس تشيك هل الاف بتاعتي بتطلع الاوميجا بتساوي الكلام ده ولا لا؟ فانت هتشوف بقى يا باشمهندس الاوميجا من الاف 50 اللي هي يعني 2 باي اف او 2 باي 50 شوف هل هي نفس الاوميجا دي ولا لا يا باشمهندس؟ لو هي نفس الاوميجا يبقى البريدج بتاعتي بالانس، يبقى كده صح. لو مختلف عنها نقول الار اكس هنا غالبا قد ايه بالظبط؟ مختلف عنها وانت الدكتور مش هيجيب لك مثلا واحده تطلع 314 و3 315 ونص يعني هيجيب لك فرق يعني فرق حسب ايه؟ بصوا يا شباب عايز ايه؟ هو الشرط ده مش هيحقق ايه؟ هو الشرط ده اللي هيحقق بس اللي هو بتاع ال 4 3 ده يا اخي دول مطلوب تحسب جيب منهم ار اكس. ار اكس ما بتعتمدش على الاوميجا صح كده؟ هل البريدج دي تعمل بالانس عند اي فريكونسي يا باشمهندس؟ لا لازم الفريكونسي بتاعتها تكون مساوي الكلام ده. على فكره عند اي فريكونسي اي فريكونسي ار اكس هتعمل سيمي بالانس يا باشمهندس. بس عند فريكونسي معين بس الشرط ده كمان يتحقق فالبريدج بتاعتها تبقى بالانس. كويس كده؟ فانا لو قلت لك الاوميجا يا باشمهندس وانت لقيتها مش بتحقق الكلام ده. وبعد كده يبقى دي سيمي بالانس. عشان تخليها بالانس تعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ طيب ايه يا شباب؟ بصوا يا جماعه دلوقتي لو في عندي معادلتين واحده فيهم اتحققت والثانيه لا يبقى دي كده سيمي بالانس يا باشمهندس مش بالانس سيمي بالانس اسمها سيمي بالانس ازاي تخليها بالانس بقى تاني؟ تظبط ايه بقى؟ اشمعنى الاوميجا مش موجوده بالظبط كده يا جماعه انا هقارن المعادلتين بتوعي اشوف المعادله اللي فيها مشكله يا باشمهندس ايه الحاجه ايه البارامتر اللي موجود جواها ومش موجود في المعادله الثانيه؟ ايه اللي موجود هنا مش موجود في الثانيه يا باشمهندس؟ هو الاوميجا يبقى انا لازم اعمل ادجستمنت للاوميجا يا باشمهندس عشان لما اعمل لها ادجستمنت البريدج بتاعتي تبقى بالانس. لازم تظبط الاوميجا بتاعتك تظبط على المعادله دي يا باشمهندس.
كويس كده؟ وانت عشان كده بتختار الحاجه اللي موجوده في المعادله دي مش موجوده هنا، عشان لما تغيرها ما تاثرش على المعادله الثانيه، تاثر على المعادله دي بس يا باشمهندس. انا بقول لك تخيل ان في عندك واحد فيهم صح والتاني غلط. بصوا يا شباب، اي مساله بقى ايزي ما تجيبش، لما تلاقي فيها قانون واحد بس تعرف ان الدكتور ده في الحته بتاعت الان بالانسنج. اصل انت الايزي ما تجيبش دي بتجيب لك كام معادله؟ معادلتين. تعرف تحسب منها تو قانونز. انت لو شفتها في امتحان يا باشمهندس فيها قانون واحد بس تعرف كده ان الدكتور جايبك المعادله الحته اللي هي بتاعت السيمي بالانس غلط. السيمي بالانس وازاي ترجعها البالانس تاني. اعرف كده انت لما تحل المعادلات بتاعتك تلاقي واحده فيهم اتحققت والثانيه لا. كويس، لو لقيت الاثنين اتحققوا معاك هتتحققوا وانت عاملها. ماشي يا شباب؟ بص يا جماعه، الدكتور سعيد على طول بيجيب الامتحانات بتاعته بالكلام اللي بيقوله في المحاضره، كويس كده؟ فانتم متغاضين كل كلمه الدكتور سعيد كتبها في المحاضره. وبما انه قال لكم على الفكره بتاعت السيمي بالانس دي واكد عليها في المحاضره يعني ركزوا عليها.